السلام عليكم. لما وصفات امي جاتكم بواحد الوصفه اللي هي بطاطا بالدجاج في الفوق بواحد الطريقه بنتها بنه. نتمنى انكم تجربوها باش تكتشفوا الطعم تاعها. اول حاجه بديت هنايا طراف تاع الدجاج. هنا عندي فخم تاع الدجاج قسمته على ثلاثه، يعني طراف تاع الدجاج حسب الرغبه تاعك. قليتهم مليح حتى حسيت انه الدجاج تاعي قريب يطيب. رايحه نحتاج معاهم حبيبه تاع طوماطيش مسكرفجه، حبه تاع بصل مقطع رقيق، وبطاطا كما رانا نشوفوا فيها، يعني قطعوها كبيره شويه هكذا باش نقلوها. ندير على هذاك الدجاج البصل، اذا نخليهم يزيد يتقلاونا مليح حتى يدبر لنا هذاك البصل. يعني هذه الطريقه انك تخلي الدجاج ولا اللحم ولا يتقلاو لك مليح حتى يحمروا، يعطونا واحد البنه للطياب، يعني ما شاء الله. اذا نخليهم يتقلاو لنا مليح وندير التوابل. التوابل شو راح نحتاج؟ راح نحتاج توابل الدجاج راهم يتباعوا جاهزين، يعني روحي اللي يبيع يعني التوابل يعطي لك توابل الدجاج خاصه بالاطباق تاع الدجاج. ندير معاهم شويه تاع فلفل الكحل، فلفل الكحل دائما نحب نزيدو. ندير معاهم شويه تاع المعدنوس يابس ولا طري كيما حبيتي. اذا نبقى نقلي فيهم. بعد نضيف عليهم هذيك الحبيبه تاع الطوماطيش، هذيك الحبيبه تاع الطوماطيش مسكرفجه تزيد لك واحد البنه لهذا الدجاج هذا، وواحد اللون يعني مميز. ندير عليهم الملح، الملح والخليط تاعنا بطبيعه الحال، ونخليهم يزيدوا يتقلوا لنا. ونمرق بالماء السخون، قلوا مليح الطاجين تاعكم ونمرق بالماء السخون حيث ما يطيب لنا الدجاج، وتحصل واحد لاصوص تكون خاطره. يعني شوفوا اللون تاع المريقه تاعنا، رغم انه يعني مازال ما غلالناش، مازال ما طابش الدجاج. اذا نخلوه يطيب لنا، نغلق عليه نخلوه يطيب ونعاود نرجع لكم. في الوقت اللي الدجاج تاعنا راه يطيب، درت هذيك البطاطا درت لها الملح ونقليها في الزيت تتحمر، نصفيها نحيها نديرها في بلاطو ونكملوا. بعد ما يطيب لي نص طياب هذاك الدجاج تاعنا، هنا عندي حميصه طايبه نضيفها. اذا الحمص يكون طايب نضيفه نص طياب، اذا نخليه يكمل الطياب تاعو. من بعد ما وجدت الدجاج تاعنا طاب، المريقه وجدت، يعني شوفوا كيفاش اللون تاع المريقه تاعنا، شوفوا شحال يجي شباب من هذيك الحبيبه تاع الطوماطيش وتوابل الدجاج. البطاطا اللي قليتها هي ما درتها في المول، مثلا انا درت هذه الكميه فقط، حبيت تزيدي حبيت تنقصي. اذا نرفد هذوك الطرف تاع الدجاج ونديرهم بين هذيك البطاطا. خاصك تكون عندك ضياف ديري دجاجه كامله وتكثري البطاطا، ديري مول كبير تجي بزاف شباب. هذا المول هذه الوصفه هذه تجي بزاف بنينه. اذا ندير طرف تاع الدجاج بهذه الطريقه، من بعد ندير عليهم هذيك لاصوص بالحميصه نديرها كامله. يعني شوفوا اللون تاعها يشهي، هذيك البطاطا رايحه تشرب. اذا هذيك لاصوص اللي درناها بهذه الطريقه شوفوا معنا على هذا، درتها خشينه. من بعد هنا واش ندير؟ هنا عندي كميه تاع الجبن المبشور فورماج رابي، وين نديرو؟ نديرو غير فوق الدجاج. اذا ما نديروش فوق البطاطا، نديرو فوق الدجاج فقط. اذا ندير هذاك الفورماج، نستعمل الشيدر تاع الميزان، دائما تقصوني واش تستعملي ام وليد، نستعمل الشيدر. اذا نديرو فوق الدجاج وندخلو للفرن يكون سخون، ندخلو الزيت جمرنا شويه، البطاطا هذيك الزيت تجمر، لاصوص الزيت تنقص، وهذا الفرماج يذوب ويحمر لنا من فوق الدجاج. اذا ندخلو نجمرو مليح في الفوق ونرجع لكم. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا. شو بعد ما خرجتها من الفوق هذاك الدجاج كيفاش تحمر لنا، يجي عنده واحد البنه مميزه. لاحظوا معنا هذاك الطاجين تاع البطاطا كيفاش جا، ديريه لوليداتك للضياف راح يحمر لك وجهك، والبنه نضمن لك انه يجي بنين سكر البنات. اذا ها هو معنا، هذيك البطاطا تجي طريه طايبه، فقط نزينو بشويه تاع المعدنوس في الاخير هكذا كي نجي هنقدمو ونقدموه. اذا ها هو، جربوا الوصفة أكيد راح تنال إعجابكم. وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.